فجعلناهن أبكارا كما مر معي في سورة الرحمن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وإنما يعني أول من يستمتع بهن الزوج نفسه في الجنة. قال فجعلناهن أبكارا أي صيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل. نعم، عربا أترابا. عربا أترابا، عربا يعني متحببات، يعني متعشقات، فهي تتحبب إلى الزوج، وهذا من أمتع ما يجده الزوج حتى في الدنيا. يعني الزوجة لو كان فيها ما فيها من مواصفات، إذا ما كان فيها تحبب وتودد إلى الزوج لا قيمة لشيء آخر، لو كان عندها مال، لو كان فيها جمال، إذا كانت متكبرة متجبرة معرضة عن الزوج ما يستمتع بها. أعظم استمتاع من الزوج من الزوجة أن تكون هي متحببة، أن تكون هي متعشقة، أن تكون هي متواضعة، أن تلتمس رضاه، تبحث عما يعجبه، تتجنب ما يزعجه. فرب العالمين جعلهن يوم القيامة عربا متحببات متعشقات لأزواجهن، وكذلك جعله الله عز وجل أترابا أي متساويات في السن، لأن ما يكبرن وإنما شابات في أمتع عمر، في أمتع مقاس، في أمتع متعة ممكن أن يستمتع بها. فجعل الله عز وجل هكذا، هي تتودد وتتحبب إلى زوجها، وكذلك لا تكبر ولا تتغير، فهذا يعني نعيم عظيم، نسأل الله فضله.